يرضيك وما عرفت في الشارع وما عرفت عرفت وقطع على نص فخدتها باينه المؤخره احنا بيرضيك بس احنا ما بناخدش بالنا من بنات ايه انا قلت البنت اللي تمشي كده يبقى التحرش بيها واجب وطني لا ينفع الكلام ده لا انا بقولها مرة تانية واللي يزعل يزعل احنا قلنا البنت اللي قطع من ورا قطع بنطلونها على مؤخرتها اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني ايه اللي زعل الناس في الموضوع ده